بعد دينتك شوي سيارة مارشال؟ كله إلا الديني ورطان، لأنه ما عاد تركب العمرة. شرف، دير بالك ولو على قد المعلم، والله بروح لك أدنيك التنتين والله. الحمد لله مرت على سلام، السوالف محلوقين والديني صار سليم. الحمد لله الحمد لله. بس بعد لي شوي منخارك سيارة مارشال. طيب طيب، إذا بيروح المنخار ما عاد يركب الكزلوك. شرف، إياك ثم إياك المنخار، بروح لك منخارين. منخار مين التاني؟ منخار خطيبته سيدي. ادن المارشال ومنخاره، ادن المارشال ومنخاره بالحفظ والصون. الحمد لله الحمد لله. أنا بدي أشوف بده يجرب تاني. شوفي بدي يقضي حاجتي هيك. أنا بدي يقضيها هيك. نزل إيدك بك. آسف سيادة المارشال. هاي الششمة مشغولة. الششمة أخبرته ليش ما بتعملوا تصويت؟ واللي بيجيب أغلبية رأيه بيمشي. عم نصوت بس ما حدا عم يجيب أكترية. فارس. نعم سيدي. هدول عددهم مجوز، كل ما واحد بده يقضي حاجته صوت معه مشان يصير معه أغلبية. حاضر سيدي. يلا أمر عسكري روحوا هيك. يلا فارس رح يصوت هيك، بس دير بالك انت وياها ليوم الحرامي زرع اللغم هون او هون. اصعب شيء على الواحد يكون عم بيقضي حاجته وينفجر اللغم. شكرا سيدي. فارس بدي ادس لي بطريقك واعرف لي مين الكلب ومين المحقق. حاضر سيدي. كمل. يصير إذا بتريد، إذا بتريد أنا ما فيني هيك بدون شبابيك. ها ولا شو الشبابيك؟ مو مشان الهواء؟ هاي فتحات هواء بتكفي وزيادة. لك تصير القصة مو بس بالهواء، الضوء والشمس هيك بخترع لها. الضوء والشمس أهل. اسمعي على إنك تسمعي. عادي لك عادي. هات لنشوف. مرة واحد راح لعند الدكتور قال له دخيلك يا دكتور، دخيلك يا دكتور، راسي عم يجعني. والله الدكتور ما كذب خبر، عطاه دواء وقال له رجع تاني يوم طمني. رجع تاني يوم قال له دخيلك يا دكتور، دخيلك، راسي عم يجاني. والله الدكتور عطاه دواء وقال له رجع تالت يوم طمني. قام لما رجع تالت يوم قال له دخيلك يا دكتور، دخيلك يا دكتور، راسي عم يوجعني. تماما. قام الدكتور شو سأله؟ قال له انت بتنام وشبابيك مسكرة؟ بعرفها. ولما رجع لعنده رابع يوم قال له ان شاء الله فتحت الشبابيك وانت نايم. قال له لك لكان. قال له ان شاء الله راح وجع الراس. قال له لك ايه راح وجع الراس وراح التلفزيون وراح الغساله وراح البراد وراح حتى مرتي قشوه معهم. والله العظيم بعرفها حبيبي، والله العظيم بعرفها. سوزان هي مو حلوه منك بنوب. شو هي اللي مو حلوه؟ حتى لو بتعرف النكته تحكي مجامله. المثل بيقول طوش صاحب النكته ولا تطش النكته نفسها. هي مو طوش، هي كلمه بذيئه، بس أنا ما بحب البزاءة. معناتها ما في داعي للبزاءة. بالغلط طلعت مني حبيبي. إيه بس أنت ما أفسدت القصة، تهنتيني. خلص حبيبي والله العظيم آسفة، والله العظيم ما عاد عيدة. كتير عم تغلط يا سوزان، كتير عم تغلط وتقولي آسفة. أنا أي شغلة بحكيها بكون قاصد منها شيء، مو عم بعمل كراكوز وعم ضحك العالم أنا. أعوذ بالله حبيبي، ولك يقبرني ربك أنت وأفكارك. بس حبيبي أنا لهلأ ما فهمت شو الموعظة من كل الحكاية اللي أنت حكيت لي إياها. لك يا سوزان، أنا كنت بدي فهمك أضرار الشبابيك بس عن طريقة محببة، عن طريق النكتة، عن طريق الدعابة، وعن طريق محاضرة تربوية قومية مثل ما بيحمل هذا الدبل كح محرك حتى اسمه غليظ، تحسي لما تناديه بيطلع غبرة من دمك. صح؟ صح. مش أنت يمتى ناديتي؟ الله وكيلك بحياتي ما ناديته، بس أنت قلت صح، أنا قلت من وراك صح. إيه. لك يا حبيبي القصة ما بدها تسكير شبابيك، انت داعي عليه تنكسر رجله والله بيسمع دعاك. عم تزبط يا سوزان، عم تزبط. مو كل مرة عم بدعي الله سبحانه وتعالى عم يستجيب لدعوتي. وبعدين لقلك على شغلة، انا كل هالشغلات ما عم ساويها مشان الحرامي اللي بيسرق، انا عم ساويها مشان الحرامي اللي ببصبص. تخيل وانت نايمة يطلع حرامي ويطلع عليكي. وين المشكلة؟ شو؟ لك يا حبيبي قصدي بيكون عنده حل تاني، يعني بحط سلم وبيطلع. ما هون الحل، أنا حاطط قدام كل فتحة عودة، بيطلع الحرام بعينتين بيرجع بعين وحدة، وأنا ما بكون سويت شيء. الله سبحانه وتعالى انتقم منه على فعلته الشنيعة وعاقبه. أخ يا راسي. فوق 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 فوق.
هدول مشان اللي بده يطلع بالليل يشوف طريقه. ومن وين المازوت؟ إلا ما تغرق لها شي ناقلة نفط نسحب المازوت من البحر، وهدول مشاعل البنى التحتية يعني بتكون جاهزة. لا سيدنا لا بعد إذنك، لا بدنا زيت غاز ولا مازوت، الوقت معبي المطرح. شو مكتشف لك شي حق البترول اللي احنا ما بنعرف؟ اسمع دكتور اسمع، قال حق البترول. لا والله وانت الصادق حق الجلة. شلون بدي اشرح لي هاي؟ خيو ما دام البقر بياكل وبيزط وبياكل وبيزط، لا بدنا لا زيت غاز ولا مازوت. شو يعني جلة يا ابو دقور؟ عفوا سيادة الشاميران، منتاش كاتب عنها؟ الجلة هاي اللي ورا البقر. شو اللي ورا البقر؟ دنب يعني؟ اوه علينا، ما عندنا شغلة بعملة غير عاد نقعد نفهم هالعالم. ولك يا حبيب قلبي شو بدي افهمك؟ ايه المعز بيترك وراه بعر، الحمير بتترك وراها زبل، البقر اجلك بيترك وراه هاي الجلة. فهمت؟ دارت لك؟ ولا روح على الزريبة اجيب لك البقرة خليها تزط بوجهك. ابو دخور انا كاتب عنها هاي ومستفيد. الجماعة المشاة بتعقلوا مع الطبيعة تحت بند الوقود العضوي. بين قوسين حاطط روث الحيوانات، لأنه في ناس ما بتعرف مصطلحات علمية يا أبو دقور، في ناس ما معها شهادات. سيدي مطولين بحديثكم، والله تملخت إيدي وأنا رافع الشعر. زين 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 زين. لك يا جماعة إذا ما عندكم علم خلي يكون عندكم علم، في شيء اسمه تخطيط، يعني الواحد لازم يخطط قبل ما يعمل الشغلة، مو مثل البلدية بتزفت الطريق بعدين بتحفر المجاري، لا، لازم نعرف مصدر الوقود وعلى أساسه بنصمم المشعل. سيدي بدنا مشعل قمع، مثل مشعل تمثال الحرية. لك فارس في مليون تمثال حامل مشعل، ما لقيت الا تمثال الحريه. وين الغلط سيدي؟ يعني مو مشان شيء مشان تفهمونا بس. ما بدنا البنتاغون يحط تحت اسمانا خطوط حمراء، انت فاهم علي؟ في اقمار صناعيه عم تراقب وترسل. مو بوشاك، انا هيك زكاة ما مر علي. موجه تاخدك وموجه تجيبك، الهي حمل بحر الابيض المتوسط تصيبك. شف لي هالجربوع، شف لي هو عامل لي رئيس بلدية. علي الحلال لو معي قوسن الشاب تقريبا يسلخه سنجل تدخل بالشؤس وتطلع من راسه سواه مثل سيخ الكباب. لا لا بدنا نعمله سيخ كباب ولا بدنا نعمله سيخ شيش طاووق. تركوا هيك مضحكة للرايح والجاي لهالحقنة، خلي لهالأبو كلثوم مثل ما هو هيك الناس كلها عم تضحك. لا بعدين عمل رئيس بلدية بنعمل محافظ، عمل محافظ نعمل وزير، عمل وزير نعمل رئيس وزارة، عمل رئيس وزارة. ولا عبدو خلاصة، كل ما بفكرك صرت بني آدم مكتمل بترجع بتثبت لي وبالدليل القاطع انك جحش لهيا. ولك هذا اللي ناتعه عكتافك شو صندوق بويا؟ عمل رئيس وزراء وقتها منشككم نعمله سيخ كباب، لانه غير هيك بيعملونا إلنا صفيحة. دارت لك شيني منتركه تقريبا؟ ولك لا ما بنتركه، ليش اللي مثله لهالجربوع بينترك؟ هاد يا لطيف شو مخبح بال، هاد إذا ترك على راحته بحظي ليعبي الساحة مشانه، ما بنتركه. لا شو بنعمل يعني؟ بنشتغل على جبهتين. أول شيء شو ما بيعمل منحاول نفشله، أو تاني شيء بتضلك انت تدور على البلم لحتى تلاقاه. وساعتها منشمع الخيط ويا فكيك منترك له هالجزيرة يتحشب مناخيره. عبدو غلاصم بلحظات نادرة بتعبر عن فهم غير متوقع. شو عم تاخد ولا؟ عم باخد ابر فهم بالعضال. ولا قلبك ما اسألك. دكتورة دكتورة. اه خير؟ ما في شيء، تفضلي. شو بك مسهل؟ لا طلع حرارتك. لا لا نازل ضغطك؟ مو أنا. مين؟ هو. مين هو؟ العود. آه إيه هات لنفحصه. تفضلي حطي لنا إيدك قدامه شوي. وين؟ قدامه. شو الترتيب؟ ترتيب شو؟ عم بترطش. ها بتعرف؟ ما فهمت عليك أول شيء، رجع رجع ترطش. اي عم ترطش. طيب بدي كلفك ترجعي ايدك لاعرف اني علامه بالضبط اللي عم ترطش، بدنا نشوف هالطرطشه كلها. هي هي هون هون عم ترطش. هذا الدو الفا هلا بشعل نار وبنشفه.
اي نشفه، اشتقنا نسمع شيء. لك تسلمي، خلي لي اياك. دكتوره رفيقتكم اللي بتغني، اذا بهمكم امرها تنقوا تغني معي انا من شانها، لانه صوتها منيح بس هي ما عم تعرف توصفه. اي ما بدي، حتى لو بدي ما في، لانه هي فنانتنا العظيمه الجميله، مو شايفه حدا فينا. سلام. مع السلامة. كملي كملي، ليه سكتتي؟ ما بتنزعجي؟ لا ما في ازعاج ولا شيء، كنا نروح على دار الاوبرا وندفع مصاري، هلا دار الاوبرا عنا. على فكره انا من تبعات الدعوات المجانيه، كنت ادفع لانه بخاف تنحسب علي رشوه. اخ ليش دخلك هالدار الاوبرا؟ في شيء مره جابوا عليها اوبرا؟ اصلا في حدا بيفهم بالاوبرا بكل وزاره الثقافه ليجيب اوبرا؟ يا رولا، بتعرفي شو خوفي؟ خوفي تيجي ايام يصيروا هدول مطربين الملاهي الليليه والاعراس يغنوا بدار الاوبرا. لك ايه جابوهم؟ ايه، ولو دار الاوبرا بيطلع بايدها تقدم لجوء من وراهم لتطلب. يلا يصطفلوا، انا لا عاد الي علاقه لا فيهم ولا بالاوبرا تبعهم. اصلا انا بس وصل على امريكا بدي اغير اسمي. برافو عليكي، وانا بساعدك بتغيير اسمك. صحيح حبيبتي، ممكن تكوني ضيعتي الكرت اللي عطيتك اياه، هذا رقمي بامريكا او رقم اختي ميساء، بتقدري تتواصلي معنا. كملي كملي. يمكن في ناس هون، استنتاج غبي. أكيد أكيد، طالما في ضوء في ناس أكيد. ما أي أحلى كاسة شاي لسيادة المارشال. أنا بس بدي أشرب يا فارس. الاتحاد النسائي. والله عليك، كف كف، شو أنا بدي إياه؟ إن شاء الله أنا وعافية. دكتورة دكتورة شوي بس حطي لي إيدك، شوفيني لسه في طرطشة. برافو، هاد ما عم طرطش. خلصنا من الفوائد وحطي إيدك. لا هذا مو طرطش يا زلمة. هلا بنشفه. لا شوفي عبدو غلاصة مقفطتني بأربعتي. تعال هلا تعال، أنا كبشتو الحرام يا كابتن، أنا تقريبا كبشتو، أنا كبشتو الحرام. برافو عليك برافو عليك صياد برمائي، كيف كبشتو لهالذئب البشري؟ يا بواق يا حرامي يا سراق، علي الطلاق ما حصلك غيرك. طب صالون، مثل ما وعدتك بغير حبل من الزبالة ماني معلق مشنقتك، اللي وينه ودلني عليه وطلع عفو. حرامي؟ أنا مش حرامي، أنا مترجم. بقوا عيوني لترجمة الأدب العالمي للعربية، اللي ترجم يوشيموتو، برخت، تشيخوف. ما بيسروا. طلب محامي. محامي لشو؟ أنا مش حرامي. من حقك يكون عندك محامي يدافع عنك وما تاكل هم أتعاب الدعوة. مش أنا، ممكن أعرف شو سرق لكم؟ هاي ممكن تعرفي، سرق لنا اللي ما سرق لنا شيء. مسحة مسحة. شلون ما سرق شيء؟ شلون؟ ليش الكذب؟ والله ما سرق شيء. اللغم سرق لي اللغم. لحظة يا جماعة، غرقت فينا السفينة، تسبحت على الشط وما طلع في حدا. كل اللي صار إني ضيعت معزيتي وبارم عم دور عليها. لغم؟ أنا إذا شفت اللغم ما بعرفه، كيف بدي أسرق اللغم؟ ليش كنت عم تبصبص فوق الحيطان تقريبا؟ خفت من أكلة لحوم البشر. بس بتأكد بالأول. معناتها إذا هيك في ناس غيرك بجوز تكون وصلت على الجزيرة. شفت كتير عالم بالبحر عم بتسبحوا حوالي، نحن عم نهرب. لما وصلت على الشط ما عاد شفت حدا. بلعنوا البحر.
لأنه في حدا ما أعطاهم شيء ليتمسكوا فيه. يا ماريشال، لو بلعن البحر كنا شفنا جثة وحدة على القليلة على الشط. شو هالحكي يا حكيمة؟ سمك القرش بده يترك لك إياه ولا حتى الموج يلحشون على الشط؟ معناتها خلونا ندور عليهم مشان نتأكد. مزبوط، لازم ندور عليهم مشان نتأكد، لأنه باعتباري قبطان السفينة سلامة كل ركاب الباخرة برقبتي لحتى يوصلوا عبر الأمان. بعد ما غرقت السفينة أنت ما عدت قبطان إطلاقاً. أنت فقدت شرعيتك. هلا أنت بتحكي بالشرعية ولا بري؟ يا سيدي بجوز قليل فهم. لا أكيد. إيه أكيد قليل فهم. لو مالي قليل فهم ما كنتوا شفتوني هون. بس 100% مو متل راسك التيس. على القليلة أنا ماشي ورا عالم بتفهم ولا وزنه. اسكتوا لا في الشيء. ولك طول بالك عشو حمقان يا عبدو غلاصين. كمان فارس معه حق. يعني من كتر ما هالعالم الماشي وراها إلى وزنها بنطلونها هر وشكل فرار. أنا بنطلوني علق بزعنفت لغم بحري وشرفي العسكري بيحتم علي ضحي بروحي من أجل الآخرين، فكيف إذا بس بنطلوني؟ قوم يلا خلصني قوم بدي نام. أنا مو نعسان ما بدي نام. يا فارس. فارس. غير شوفي. تصوير. على شو؟ هو نعسان بده ينام وأنا ما بدي نام. وأنا بدي نام. قوم. بعد ساعة. عود. لك وين رحت وتركتني تيسير؟ بس اللي وين رحت وتركتني؟ ليك تيسير، يا اما بتفتح لي شبابيك على الاقل شوف العالم من وراهم، يا اما ما بعرف شو بعمل بحالي. ها ايه خلص خلص روقي، من اليوم ورايح ما عاد تنحبسي بالبيت بنو. يسعد الله، يعني بدك تفتح لي شباك؟ لا لا ما راح افتح لك شباك. ليك شو جبت لك؟ ليكي 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 وللكاحل وحياتك تلبسي وبتشاركي بحياه المجتمع النسائي. بدك تلبسني كيس؟ هلا بوصل لك اياه وبظبط لك اياه. هون لا تلبسي، بس بالطلعة بدك تلبسي. هون ضلي بهذا التوب اللي فرحانتي لي فيه. يمكن المرة الماضية لأنه مشينا خط مع الشط ما لقينا حدا. هلأ لازم نمشي التمشيط، وإذا في حدا بده يبين. ودخلك هي مكتبة عنا هيك بشي باب. طبعاً الجماعة المشاة في البحث عن الجرحى والمفقودين. شغل تيسير. من وين جايبه؟ بدي جيب واحد مثله. عالشط في 4-5 كياس، جبت واحد منهم وعملت له فستان. بكره بروح بجيب واحد منه. حسنا تفعلين. رصافتسا احكي عربي مشان افهم عليك. شو بيعرفني بشو عم تبرطيم؟ صار لي فتره عم بحكي لغه واحده بس، وانا معود احكي 6 لغات، بعتذر. وانا اسمي تيسير وما عندي غير لغه واحده بس، اللي بيطلع بحرمتي بلبص له عيونه. ليك لا تبلش تفت برات الصحن، هاي اللغه كلهم بيعرفوها والكل اشطر منك فيها. لا كثير تحكي فيها مع العالم، اذا بلشت بصبص دير بالك على عيونك الله يرضى عليك. قوم قوم، صار لنا ساعه. يلا عود، لسه ما صار لنا ساعه. يا فارس خير؟ شو في؟ تصويت. على شو؟ عم قل له صار لنا ساعة. أنا عم قل له ما صار لنا ساعة. سيدي صار لنا ساعة. قوم. إلا ربع. عود. أخ أخ يا ويلي ويلي. يا ويلي عليك يا أبو دقو. يا يما. بدك تنام يا أبو دقو؟ والله ماني حابب أنام. لأن كل ما اجي احط راسي وانام بتطلع لي الهليكه كرديه مثل القرده بوجهي وبتنزع علي نومتي. بس والله اليوم اجري ذبحني من الوجع، تعبت. وبدك تتعب كمان.
بتروح هلا بتاخذ حمار من هالحمير الداشره وبتحمل عليه كل اكياس القمح اللي ملاقيهم تيسير. قمح؟ البهيم كابهم على الارض مشان ياخذ الكيس. انت قلتها، بهيم ما بفهم. قد ما كانوا تاخذهم وبتحطهم بالمستودع. اليوم ما بتنام الليل، حتى اللي كابهم تيسير على الارض بتحطهم بكيس مشان بعدين نزرعهم. بس لخصلخ، بدك ايانا نزرع قمح؟ وبدنا نفتح فرن ونبيع خبز. يا الله يا الله يا دكتور، بدك ايانا نزرع قمح ويصير سنبل ونحصد ونسوي طحين وخبز ونبيع؟ علي الحلال، النملها اللي ما بيها جنس الحليب بتحلبها وبتطالع منها سطل. قال شو قال؟ قال اروح على امريكا لعند ابن سنه واشتغل عنده يلحس اذني هو وكرجيه. كسرت رجلينا. انت شو؟ كنت تمشي هديك 10 مرات ما كان يطلع صوتك، شو بلشت خطيري؟ كنا نمشي على الزفت لا طلوع ولا نزول، بعدين كل حجره هالقد. مشان هيك النساء لا تصلح لسلاح المشاة ابدا، ممكن سلاح الاشاره. تيسير، نحن ليش وقفنا هون؟ سيد الماريشال، نحن ليش وقفنا هون؟ مشان ندب الصوت. هلا بعد ما نقول 1 2 3 الكل هاي ماشي. فارس حاضر سيدي. عد 1 2 3 هاي. عد 1 2 3 هاي. بس بدنا نصغي لنشوف الرد. ايديكم ورا اذنيكم. ما حدا عم يرد. معناها من وجهة نظر علمية ما في حدا. يا ملك الميتين، بلا ما نضيع الوقت بالتحليلات التلفزيونية. يلا أمام سر. أمام سر. وين الكياس؟ بس بدي أعرف من سباني لهون. عبد الله صيم أخر عن المجموعة ومسك لي على ولاده. حاول تستبطئ لي وين مخبى البلم. إذا ما عطاك لا حق ولا باطل طمنه طمنه قل له من أختك معنا لا تخاف. بس كله بدي إياه على السكيت على الهسة بدون ما حدا يحس. لا تاكلهم كابتن، نحن مثل السمك من زملة بالمي وما حدا بحس علينا. زملة من وشي يلا حمار لحيا. خير في شيء؟ ايدي على راسك تقريبا. وين حطيته؟ شغل شو؟ هلا انت بتعرف على شو انا عم بحكي لك ولا حبيبي؟ انا تسونامي منفس له دواليبو بلع الحركات. الله يخليك، انا ماني تبع حركات ولا شيء، ما عم بعرف عن شو عم تحكي. اللي وين حطيته؟ وانت اول واحد بيطلع معنا. شو هو؟ ولك شبك خريطت. لا تخاف لا تخاف، ما حدا رح يقرب عليك. لو بيساع الكل كنا اخذناهم معنا، بس ما بيساعوا. مع هيك نحن رايحين نجيب سفينه انقاذ وناخذهم كلهم. قول. اسمعني، انا غير التياب اللي علي ما بملك. انا انسان بسيط كثير بسيط، ولاته بالاول ولاته بالاخر. ايوه، اذا غيرت رايك خبرني. وينك مكافاه؟ انا بعطيك مكافاه، بس انت قل لي شو هو. شو هو يعني؟ ما فهمت عليك. شو هو؟ مع أي فرع بتشتغل؟
فراسيخ البحار. لو هيك هدوء على طول. كنا نطلع عزمي هون؟ ايه هون. خير؟ في ازعاج؟ لا بالعكس تماما، نحن شرف إنها ينكتب بتاريخنا انه اجتمعنا معي. شكرا. استاذه رولا، بعد اذنك فيني اسالك سؤال؟ ايه تفضل. امسكي. شو هاد؟ حجر. بعرف حجر، بس ليش؟ مشان اذا ما عجبك السؤال تضربيني على راسي. اوف 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 اوف، ولهالدرجه صعب السؤال؟ لا يعني ما هو صعب ولا سهل، يعني هيك بين بين، بس مشان ما تزعلي. وشو هو؟ خيتو، انت ليش بتكرهينا؟ انا ما بكره حدا. لك انا بحتقر الكل. انا فنيت عمري انا وعم بدرس. ماريا كلاس ما بتطلع نقطة ببحري، ولوتشيانو بافاروتي الله يرحمه انفرط بنطلونه وهو عم ينحني ليحييني. ما قدر اطلع لمسرح الأوبرا. معقول؟ وأنا يلي معي دكتوراه على فكرة بعد منا نسخة ليلتسن وقتها مشان الخروج من الأزمة. لك يا حبيب قلبي يا أخي، أنت مين محشرك بالنص؟ مين قاعد يسألك؟ إحنا قاعدين نسأل المخلوقة مشان نعرف شو السبب. أتفضلي. قلت لك السبب. هذا هو السبب؟ يا الله يا الله يا يما، لو إني بعرفك بالبلاد قسما بالله كل هالشي هذا ما كان صار معك. ليش وزير الثقافة بيقربك؟ فشرب النص عينه وياكل هوا. قلب قربني قال. بس كنت فسدت علينا كرجية، كانت حملة أحمالها وراحت لعنده على المكتب، دقت بخوانيقه قالت له اسمع ولك، يا بتطلع رولا على المسرح يا قسما بالله روحك بتطلع لفوق. ولك اضحك، ولك عمي اضحكي اضحكي، والله الدنيا ما بتسمع صور مايا. ولك اصلا احنا وزير الثقافة كله على بعضه ما بنحبه، لأنه حرمنا من شوفتك على التلفزيون. والله معك حق يا أبو دقور، أنا آسفة، كلنا ضحايا مو بس أنا. دقور لو سمحت امشي معي كلمتين. ايه ايه اروح دقيقتين وبعد اذنك. ابو دقور ما تطول ما ترتاح. لا ما تطول فريرة. لو سمحت ابو دقور، بس تشوفني عم اطبق وحده ما بتضحش حالك بالنص، عم تفهم؟ تزي يا للي، شو شايفني بضرب بالمندل انك عم تطبق المخلوقة؟ بعدين فكرت النوايا صافية. لك حط حلا بإذنك، الزلمة إذا شاف وحدة وما حاول يطبقها ما بيكون زلمة. أيوة بفهم من هالحكي، هاي من قواعد البزنس؟ لا هاد ما له علاقة بالبزنس. خلص خيو حقك علينا، روح ادحش حالك وين ما بدك وطبق على كيفك. والله يا ضلي ناقص، متفضل النسوان. والله ما وصلنا لهون غير النسوان. يا يما يا يما يا يما. ابو دقور وينك؟ هرهي ها ها. سياده الماريشال، مستحيل بمشطه. اذا بدنا نلف من هون ما بنعرف شو في هون، واذا بدنا نلف من هون ما بنعرف شو في هون. طيب سيادتك كيف حالي لبتابك؟ أنا كتابي للجيوش النظامية مو للأنصار، بس هلأ عم فكر بشكل جدي أني أعمل كتاب الجماعة الأنصار في كل الأحوال ضروري. طيب تبع الجيوش النظامية أنت كيف حالي لها؟ بسيطة، الجيوش النظامية هلأ بإمكانك على اللاسلكي افتاح على موجة صديقة قل لهم بدي حوامات، فوراً بتطلع الحوامات بتمشط المكان كله عنك، بس جماعة الأنصار ما عندهم حوامات، منين بدهم يجيبوا؟ طيب شو العمل هلا؟ سيدي الماريشال شو العمل هلا؟ هلا بتدوروا كل واحد بيلاقي حجر كلسي، ونحن راجعين اي شجره اي صخره بنرسم عليها سهم مشان اللي يشوف السهم يلحق ويلحق ويلحق وليوصل لعنا. مو بوشك سيدي،
أنا مثل هيك فهم ما مر علي بنوب شو هالحكي؟ إيه ما عن حق جماعة البندقون يتقاتلوا عليك؟ أنا محلهم ما ببعت لك طيارة أباتشي، ما ببعت لك غير بوينغ 770 وبعدك على أول كرسي على الفيرست بلاستيك. يا عيب الشوم عليكم، دغري طحيت يا فارس، وأنتوا شباب لساتكم. أنا قد عمركم مرتين ولسه مستعد أمشي 100 كيلو متر طلوع وما بتعب. الله يمد بأمري، الله يحميني. أنتوا ما راح تخبروني على شو عم بتدوروا؟ لك ليش عم بتلفوا تدوروا كتير؟ أنت بتعرف على شو عم بتدور؟ على اللي لقيته بالمقبرة. أي مقبرة؟ خيوم الآخرة. إلك التلت يا سيدي، مو التلت، نص إلك ونص إلي. ونطالع أبو دقور برا. أنا ما شفت مقبرة، شو القصة هي؟ أنت ما رح تعرف بيوم، وقد ما عطوك فيه ما رح يجيب النص يلي بدي أمن لك إياه. أنا بعرف لوين بدنا نروح. شو؟ بدكم جننوني؟ أنا ما بعرف شي. ظهرت دور على عنزتي ما لقيتها. خير شو في؟ هلا ما في شيء، كان شوية نقاش سياسي. شو فكرت الموضوع؟ أي موضوع؟ موضوع العفو. أنا قسمت لك بشرفي العسكري، إذا بتقلي وين حاطه أو بتجيب لي إياه ما راح بس أعفي عنك، راح أحطك تحت حمايتي. شو هو؟ أنت بتعرف شو هو بدون ما خبرك؟ ما بعرف شيء. أنا أساساً لو لقيت عنزتي ما كنت وصلت لهون. لا تغير الموضوع لك. اسمع ولا معك 24 ساعة، يا بتجيب الغرض يا أقسم بذات الله لأنقش الزبالة نكش وطلع الحبل وشنقك فيها كما وعدتك. شو هالعيبة؟ أنا ما بعرف شيء. طب اسمع، راح أعطيك فرصة بس اصحك يتسرب الخبر بين الناس، ها؟ لأنه ساعتها ما بعرف شو نهايتك. ماشي؟ ما رح يتسرب شي سيدنا. إذا رح يتسرب شي بيكون على الشجرة، لأني ما بعرف شي. أتقرب. أنا ما سرقت لكم شيء، أنا ماني حرامي. بسم الله على البك، شبك خريطات، جاي أقول لك مرحبا تقريبا بس. صحيتوا ثلاثة. صاروا خمسة من أنت. عراسي. بتقول شو القصة؟ شو المسروق؟ معقول كل هالشيء كرمال لغم؟ ما بعرف. بس غريبة شوي قصة هالسرقات، مدري شو. بس أكيد مو بس اللغم. شو الغريب فيها؟ السارق خايف ينكشف، والمسروق كمان خايف ينكشف. أنت مخبية الذهبات والمصاري منيح؟ يديري بالك، لأنه الحرامي عم يحوس فلوس بيناتنا. لا تخاف، رح خلي عيني عليه. لك هاد رجال ما لازم تخلي عينك عليه، أنا بخلي عيني عليه. تيسير سوزان، خيو ليش ما بنساوي مثل ما بيساووا اهل قبل؟ ليش شو كانوا يساووا اهل قبل عمي ابو دقور؟ هذا يا اخوي ونهرجنا الجميع، يحملوا حمالهم ويطلعوا على راس الجبل ويشعلوا نار، بيشوفوا نارنا بيشعلوا نارهم. يا عيني عليك، وهو كذلك؟ لا لا مو كذلك، نحن بندرس الفكره وبعدين منقرر. أوه علينا إسا كل ما دق الكذب المزا بدنا ندرس، ولك في شغلات ما بتندرس، ما بيدرسها إلا الغبي بس. الأحمق كابتن الأحمق. مظبوط الأحمق بس. لك أنت عم بتقول عن مارشال دوب الركن مش مح أحمق؟ ولك سلاح المشاة أخدم سلاح في التاريخ، أخدم من سلاح البحرية. أصحك ولك سلاح البحرية كله على بعضه كان بسوى فرنك مصدي لولا مشاة البحرية اللي أحدثوا له إياها مشان يعملوا له قيمة. لك إذا في عريف مشاة هون أنت بتخرس. هلا حاجة تنظير هلكتونا، خلص مو مشكلة. لا مشكلة،
سلاح المشاة خط أحمر فموه يمنع يتطاول أحد علي كائنا من كان. يلا فريق المتطوعين يلحقوني نولع نار. تعرف شو؟ حاسس حالي بروميثيوس. مين؟ هذا بالعصور القديمة قالوا إنه هو اللي وهب النار للبشرية. هلا مو وقت المحاضرات هاي، خلي عيوننا على الأفق. يا حبيبي يا مريشال، عيوني على الأفق وبلساني عم سقف أبو دقور، خلي يصير من النخبة منشان تكتمل عناصر المدينة الفاضلة. ما بدنا رعاع. خلاص ممنوع التحدث على الهاتف أثناء القيادة، نقطة انتهى. مساء الخير. مساء النور. سناء زبلطاني المحامي. تشرفنا. لا تكتئب ولا تخاف، طالما أنا معك ما حدا بيمس شعرة من رأسك. معي بشو؟ لا تخاف ولا تكتئب، أنا لازم أعرف كل التفاصيل بصفتي محاميتك، يعني لازم أعرف كل شيء. تفاصيل شو بدك تعرفه؟ لا تخاف مني، أنا لازم أعرف تفاصيل. السرقة كيف صارت؟ شلون؟ ولا تنسى إنه أي معلومة ممكن تفيدنا ضد الخصم. يا سيدتي أنا ما بعرف شيء. على شو بتكون أحلف لكم إنه أنا ما بعرف شيء؟ خلاص خلاص ما رح أضغط عليك، واضح إنك مالك مأمن لي مع إنك غلطان، أنا مصدر ثقة. عكلين أنت موكلي ورح أتركك على راحتك. هاي الكرت صار معك وعليه رقم أختي بنيويورك، بس نوصل لهونيك إذا غيرت رأيك اتصل فيني. فكر. صدق في براسي عم فكر. طفوا النار، طفوا النار، ما في حدا، صرنا ساعة مشعلينها، لو في حدا كان شافوها. يلا امشوا امشوا امشوا. والله خلينا نطفيها بلا ما تحرق للدنيا. امشوا. لا تطفوا لا تطفوا، شعلونا شعلونا. وين؟ ايه وشعلوا هنيك كمان، هنيك كمان في عالم. هنيك شعل وصاروا ثلاثة شعلين النار. أووه 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 النار، خلي يشوفونا. أووه جو النار. أنت صاحب الفكرة العظيمة، يا عيني عليك يا بروميثيوس. روح عنا خياه، روح عنا، طلعش علينا إشاعات يا عمي. بلا بلا ست بلخة بلا، خلينا بحالنا يا أخي. أرهي هاو 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 هاو، أرهي هاو. بدنا غير يمرق علينا نور، ينيم بإيده العتم ويطمن المقهور، ويصير عدنا رط كلها ورد وزهور. رحنا لآخر هالدني طعنا مدى وقور، ارحم هالبشر جمر القهر طفيه.
لا تنسوا الاشتراك بقناة شوف دراما الثانية ليصلكم كل جديد.